اليوم تحدثت عن الدوافع أو الهواجس الأمنية لدى الدول الأوروبية، وعندما تبعنا اجتماع وزراء خارجية دول الناتو والقرار الهام الذي خرج به وهو تشكيل قوة عسكرية، هذه القوة ستقوم بعمل من 50,000 جندي، أعتقد ستقوم بعمل تدريبات مشتركة وما شابه، يدل على أن هناك إعادة لترتيب الأولويات أو البوصلة الاستراتيجية كما أسماها جوزيف بوريل. هل بالفعل أوروبا تتحسب لصدام أو احتكاك مباشر محتمل مع روسيا أو توسع نطاق هذه الحرب لتصل إلى أراضيها؟ لا أعرف إذا يعني كان يعني أحد الخبراء أو المتابعين بخصوص هذا الموضوع منذ عام 2015، كانت السيدة أورسولا فون دير لاين عندما كانت وزيرة للدفاع لدينا هنا في كابينة السيدة المستشارة أنجيلا ميركل آنذاك، اقترحت هذا الموضوع أن يكون هناك أيضا جيش أوروبي، اقترحت بأن يكون هناك تشكيل ودعم للجيش، لأننا أعتقد أنه عندما كانت هناك يعني عملية السلام التي حصلت في 2014 بين الروس والأوكرانيين، وبعدها السيدة أورسولا فون دير لاين أصرت بأن يكون هناك مشروع لهذا السبب، حتى قالت في آنذاك قالت أنه علينا من الآن رسم استراتيجي ليكون لدينا هدف معين وهدف واضح للسنوات القادمة، لأننا أمام تغييرات جيوسياسية جدا رهيبة في المستقبل القريب. لكن إصرار المعارضة آنذاك كانت من الخبر ومن اليسارين وغيرهم، كانوا لا يريدون هذا الاختلاء وهذا التغيير. لكن الآن ما يحصل هو هي أصرت أن أيضا أن يكون هذا المشروع قائم، وأصرت أن يكون هذا المشروع أيضا اليوم أن نبتدأه اليوم، أحسن من أن نبتدأه يوم غد. فأعتقد أنها كانت مصرة عن هذا المشروع، عن هذا الاستراتيجية منذ زمن طويل، لأننا كنا على يقين بأن هناك يوجد خلل في المستقبل، توجد أشياء غير واضحة. فلهذا كانت أوروبا عليها أن تحصن نفسها، أو هي تحصن نفسها عسكريا وأمنيا وغيره، لأننا صراحة حتى هذه اللحظة يدور لدينا نحن في الأروقة السياسية وفي جميع الاجتماعات ماذا سوف يحصل لو تغير الحكم أو تغيرت الإدارة الأمريكية، ما هو مصير الاتحاد الأوروبي، هل أوروبا قادر على اتخاذ القرارات لوحدها مستقبلا؟ هذه أسئلة كثيرة مطروحة الآن. لهذا أن السيد شولز، صحيح نحن في المعارضة نضغط عليه، نريد أن يقطع النفط والغاز وإلى آخره، أن يجد بدائل، لكن هناك أيضا علينا أن نكون واقعيين أكثر. إذا تم قطع الغاز وإلى آخره سوف تكون هنا أيضا كارثة اقتصادية، لأننا لحد الآن لا توجد لدينا حلول وبدائل إعطاها للمواطنين، فهذه كارثة كبيرة. وأيضا يعني بجانب هذه الكوارث العديدة، أزمة النزوح، تعرفين أزمة النزوح حاليا وصل أكثر من 200,000 لاجئ أوكراني فقط في ألمانيا، لا يوجد لدينا سكن كافي، لا توجد لدينا استراتيجية. السيدة المستشارة وحزبنا خسر الحكم لأننا أدخلنا أكثر من 1,000,000 لاجئ، الآن نحن على أبواب استقبال 10 مليون، وما زالت آلة الحرب تنتج أعداد أكبر من اللاجئين.